السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله في أكبر أودية الأنبار وأخطرها انطلقت العمليات العسكرية لملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية. الاستباق الأمني امتد على 12 محور وحقق نتائج متقدمة منذ ساعة الصفر، ورغم وعورة الطبيعة الجغرافية اللي تعقد المهمة إلا أن التنسيق الأمني بين مختلف القطاعات الأمنية رفع من وتيرة الأداء وتعضيد المبذول من الجهود في العملية تكتسب الأهمية الاستراتيجية لأمرين رئيسين، أولهما التلامس هذه المساحات المحلية مع الحدود الدولية لثلاث بلدان جارة، وسبب ثاني أيضا يتعلق بعدم مشغولية هذه المساحات، وهذا ما يمنحها فرصة بأن تكون بادرة التهديد للأمن. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة فإن قانون العفو العام اللي برز إلى الواجهة كأحد الأوراق الشائكة في المشهد العراقي كمعضلة أساسية قد تذهب بحالة التوافق السياسي، خاصة مع تمسك القوى السنية بهذه المعادلة وممارسة الابتزاز السياسي، غير أن الجانب الآخر يبدي معارضة شديدة لهذه المقترحات الهجينة على نصوص العدالة والمساواة، وبعدها استهانة بدماء الشهداء ومكافأة مجزية لمن عاث في الأرض فسادا وإعادة للبلاد إلى مربعات الأمن الأولى الدامية والقاتمة جدا باللون الأحمر. هاي الملفات مشاهدي الأحبة من حصادنا لهذه الليلة راح نتابعها ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحباب، هذا الملف ورحب بضيفي الكريمين أستاذ سرمد البياتي الخبير الأمني، أهلا ومرحبا بك أستاذ سرمد ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك أرحب بالدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات ضيفا كريما في الأستوديو، حياكم الله. أبدأ مع حضرتك أستاذ سرمد، يعني نسأل عن هذه العملية، هل برأي حضرتك تعبر عن إدامة الزخم والضغط على المجاميع الإرهابية اللي انهزمت نحو هذه المناطق الشاغرة أمنيا، هل راح تنهي حالة النهايات السائبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ أحمد وإلى مشاهديكم وإلى ضيف العزيز دكتور هاشم. خليني أشرح لك بالتفصيل، ليس بصورة مطولة، إنما سأشرح لك أهداف العملية ولماذا تتم مثل هذه العمليات. طبعا يعني شرح مهم من أجل توضيح، لأن هواي كثير يسألون عن هذا الموضوع. شوف، المسافة بين جنوب النهر فرات وشمال النهر جنوبا نتجه حوالي 600 كيلومتر، هذه هي طبعا عملية سيوف الحق السادسة، اشتركت بها عمليات الجزيرة والأنبار وقيادة عمليات الجزيرة لحيث الشعب بالإضافة إلى الحشود العشائرية في هذه المنطقة، يعني تمتد من غرب نينوى جنوبا، أنت تعرف هذه المنطقة الصحراوية كلها. السبب الرئيسي لهذه العملية، احنا نعرف وكل المشاهدين والمتابعين يعلمون انه داعش ما صار بامكانه انه يسيطر على مناطق كاملة، على قرية او على ناحية، لا، بيعمل بحرب عصابات، مجاميع صغيرة لا تتعدى 5 ارهابيين، لكن ان شاهد هؤلاء بانه او رأوا او قرأوا بانه لا توجد مراقبة عليهم ولا توجد عمليات، ممكن أن يطورون عملهم إلى إنشاء معسكرات في الصحراء. انتبه، إلى إنشاء معسكرات، خاف في النية يعيدون ما جرى سابقا. لذلك تشوف القطاعات دائما تفتش هاي المناطق وتدمر المضافات، وإذا عثرت على مجامع تقتلهم. صح، هم راح يختبئون، لكن هذه رسالة، نحن لسنا بغافلين عن الصحراء نهائيا. نعم. عمليات تفتيش بكل القطاعات، هذه نقطة. النقطة الثانية،
داعش سابقا اعتقد ذاكرها وياك يعني استاذ احمد، نعم، بعض الاحيان يرتدي ملابس رعاة الاغنام، عرفت شلون، في هذه المناطق، فلذلك العملية تضيع، يعني ما تشتبه القطعات بين راعي الأغنام الحقيقي ومحتمل هنا. ما هي الواجبات الأخرى؟ تدقيق هؤلاء رعاة الأغنام، لماذا؟ مثل ما احنا ندققهم أستاذ أحمد، المجاميع الصغيرة مع داعش 2-3 مين يأخذون دعمهم اللوجستي، سواء طعام شراب، ما يقدرون ترى يوصلون إلى رعاة الأغنام وكذلك يستنطقوهم. نعم. طبعا هذا راعي الغنم لا حول ولا قوة، هذا أنا ما أعتب عليه نهائيا، يعني هو بالصحراء وبخيمة أو تجي سيارة أو دراجة نارية ويقول له اعطيني وقود أو اعطيني مي أو يعني شنو البندقية على راسه، هذه مشكلة قديمة يعني أنا تكلمت بها كثيرا في هذا الموضوع. لذلك العملية هذه مثل هذه العمليات، بالعكس أصلاً أنا مستغرب أنه منذ فترة طويلة لم نقم بمثل هذه العمليات. نعم اشترك ويانا طيران الجيش، اشتركت الاستخبارات العسكرية، المعلومات الأماكن الواهنة اللي ممكن، هسه أنا ما راح أقول لكم ما دققوا هالصحراء، لأن الصحراء كبيرة جداً يا أستاذ أحمد، كبيرة، متصلة بسوريا ومتصلة بالشمال مع الموصل جنوباً باتجاه الأردن، ثلاث دول مجاورة. نعم نعم، ويا الدول مجاورة توصل للسعودية، أنت تعرف هذه، يعني هذه كلها خطورة، يعني هذه جنوب النهر مثلا عمليات الانبار ايضا تقوم بهذه العمليه. لذلك قلت لك انا كنت مستغرب انه فتره طويله ما طالعين عمليات تفتيش، لذلك هذه العمليه جرت من اجل ان ما ننطي مجال لداعش، ومن اجل ارسال رساله داعش، نحن موجودون هنا، موجودين هنا، ولا احد يستطيع ان يقوم باي عمليه في هذه المناطق. دكتور، نعم. هاشم أجدد ترحابي بحضرتك، يتحدث بهذا التفصيل الموجز أستاذ سرمد، لكن يوم الخميس هو ثاني أيام العملية، وما رشح للإعلام عن تحقيق نتائج نوعية، شيء كثير جدا، ما مدى أسهام التعاون رأس الصفوف بين مختلف القطاعات المشتركة في دعم هذه النتائج وكفالة الاستمرار بذات المنوال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لمشاهديكم وتحية كبيرة إلى ضيفكم الأستاذ سرمد. لعل هذه العمليات هي عمليات واجبة من حيث إدامة الجهد الأمني العسكري باعتماد الجهد الاستخباري، وإن كان هنالك مؤشر دائما ما يدعو له المختصون أن تكون التقنيات هي الحاضرة في دعم هذا الجهد. نحتاج لهكذا مساحات كمراقبة، كسيطرة، كمتابعة، وأيضا كمحاربة للإرهابيين، إلى تعزيز القدرات التقنية بما يتعلق بالمسيرات أو الأجهزة الرصد الإلكتروني. هذه المناطق الكبيرة، والجميع يعرف أنه الأنبار بامتداداتها بطبيعتها الجغرافية هي دائما ما كانت تحرك للعصابات الإرهابية، حدود مشتركة مثل ما ذكرتم مع ثلاث دول، أيضا لدينا حدود لا زالت على المستوى الأمني غير محكمة السيطرة من الجانب السوري، وأيضا هنالك عمل على أن يضرب الأمن ويستغل هذا الأمر بتحريك بعض المجاميع الإرهابية، التوظيف هذه المجاميع الإرهابية سياسيا، لعله الأمريكان لا زالوا لم يغادروا هذا الخيار بصورة كاملة، فبالتالي إظهار الجاهزية والجهوزية من قبل قواتنا الأمنية مجتمعة مشتركة متعاضدة هو أمر مهم جدا. نعم، لعل الجهد الأكبر بالإعلان وبالممارسة وبالحضور هو للحشد الشعبي الذي هو اليوم أيضا رابط ومنظم لعمل القوات الأمنية مع القوات العشائرية التي أيضا شاركت مع القوات الأمنية. المجاميع الإرهابية بالأخبار وبالمعطيات الاستخبارية معروف أنها تعمل بطريقة المجاميع الصغيرة، تريد أن تتحول إلى ما يسمى بالقوة الصغيرة المجوقلة لتحدث ضربات وتنسحب. هي الآن تؤسس أو تحاول أن تؤسس إلى ما يسمى بالمضافات الثابتة أو المكامن التي هي تنطلق منها وتعود لها، وتحاول أن توزعها في جغرافيا
متعددة للسيطرة وللانتشار. هذا كذا عمليات هي تباغت الإرهابيين في مكان منهم، وأيضا لا تعطيهم الاستقرار ولا تعطيهم السكينة بما يريدون أو ينفذوا ما يريدون بمخططاتهم بصورة مسترخية. هذه الضربات مهمة، أيضا الانتشار الأمني مهم، دراسة الجغرافيا ومتابعتها أيضا من قبل القوات الأمنية هو أمر مهم جدا. اللي ذكره أستاذ سرمد هو حقيقة وهي شهادة وهي دلالة مهمة جدا، أنه الإرهابيون لن يتمكنوا بعد ذلك من السيطرة على مناطق مهما كانت كبيرة أو صغيرة. هذا أمر مهم جدا، ولكن أيضا مباغتة الإرهابيين وعدم اعتماد طريقة الرد وإنما المباغتة وأن يكون الفعل هو للقوات الأمنية وليس رد الفعل هو أيضا أمر مهم جدا، ولعل ما تقوم به القوات الأمنية ويعزز ممارساتها ويعزز انتشارها. العمليات المطلعون يجدون بأن مع كل عملية جديدة تكون هنالك خبرات مضافة ويكون هنالك تمكن في حركة القوات وفي انتشارها وأيضا في متابعتها للأهداف المعروفة وأيضا الأهداف المكتشفة، وهذا أمر مهم جدا في تمكن وتمكين قواتنا الأمنية في حفظ هذه المنطقة المهمة التي هي ترتبط لربما بخمسة محافظات وفي ذات الوقت ترتبط بثلاث دول مجاورة للعراق. طيب حضرتك تركز على الجانب الجيو استراتيجي لهذه المنطقة وكذلك أستاذ سرمد. طيب طبيعة الجغرافية أستاذ سرمد لهذه المناطق بما أنه قاسية ومعقدة، شلون تم تجاوز الأمر والوصول للأهداف المرسومة؟ هذا سؤال مهم جدا. شوف أستاذ أحمد، أنا هذه المناطق ماشي بيها يعني، وممكن قبل شهر أيضا رحت مريت بوادي حوران يعني من الطريق وشفت الوضع. طبعا هي عبارة عن تعرف صحاري وبها هضاب وتلال وبها كهوف، مناطق تأتي قاع دشت، احنا بالعسكرية نسميها دشت، هي الأراضي المنبسطة زين، لكن بها تلال وبها وقسم من هذه الوديان تصل إلى السعودية، تصل إلى يعني وديان عميقة. احنا طبعا المشكلة ما يعرف المشاهد شلون أصور للوادي، يعني هو كأنه تلال من جهة من هذه الجهة من جهة اليمين واليسار وبنصها قاع دشت، هو هذا الوادي بها أرض صخرية، أيضا عندك نهر الفرات أيضا موجود بها. يعني هذه ترى كلها للعلم أستاذ أحمد، هذه كلها أنواع من القتالات الخاصة، القتال خلف النهر، القتال قبل النهر، القتال في المناطق الصحراوية، في المناطق المبنية، في المناطق الصخرية، هذه كلها يدرسها الضابط والجندي ضمن الضابط بالذات ضمن التعبئة العسكرية الصغرى. فلذلك هذا الموضوع مهم جدا، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. أنت تعرف الصحراء بالصيف تكون بالنهار حارة جدا، بالليل ربما تنخفض درجات الحرارة وتكون باردة يعني في هذه، فلذلك أيضا صعوبة على الجند في هذا الموضوع. لكن أنا يعني اشتراك كل القطاعات يعني الجزيرة، الأنبار، الحيز الشعبي، الحيز العشائري، يعني انفتاح في عدة محاور والتقاء هذه القطاعات في محور واحد، هذه كلها مهمة. أنا بدي أتطرق أستاذ أحمد إلى موضوع أخاف ما تسألني عليه، فلذلك أريد أتكلم به. كل الأسئلة موجودة أساسا، تفضل ما تفضل. أكيد راح تسألني على الحدود، محضر هيك سؤال. تفضل أتمنى الفكرة لو أشرح. لا تفضل اشرح. طبعا الحدود اللي دا تعمل عليه الآن العراق، خلينا نقول العراق اللي دا يعمل عليه بشكل قواتنا الأمنية، ممثل بقوات الأمنية الكل سواء عن القوات الحدود أو الجيش الموجود، دا نعمل لأمد بعيد أستاذ أحمد، لأنه يبدو أنه هاي المشاكل ما راح تنتهي بيوم ويومين. يعني أنت تعرف تصعد للشمال من جهة أخرى موجودة قسد ومشاكل، ومن الجهة الأخرى أيضا موجود داعش. أنا أتكلم عن سوريا 612، من 607 إلى 612 كيلو، ليست قليلة. فلذلك هذه الحدود تتطلب من عندنا أولا أهم نقطة هي نقطة الاستحكامات. الاستحكامات شنو نقصد بيها؟ تحفر تخلي أسلاك شائكة، تخلي ساتر،
ثم تخلي صبات كونكريتية إذا استطعنا هذا الموضوع. هذه استحكامات. ثم النقطة الثانية الرصد الإلكتروني اللي أقصد به مسيرات، كاميرات حرارية ومجسات حرارية. احنا قبل كنا نستخدم الرازيت وغير الرازيت، الآن كاميرات حرارية. الموضوع الثالث هو العنصر البشري اللي راح يمسك هذه الحدود. فلذلك حدودنا مع سوريا مهمة جدا. الآن نحن في طور جيد، أنا لا أقول ممتاز، خلينا نقول نسميه جيد جدا في هذه الفترة. عندنا استحكامات ممتازة عندنا هذه، لكن أيضا يحتاج طبعا هذا كله يعتمد على الدعم المالي للدولة يا أستاذ أحمد. بالمناسبة هذه بالمناسبة كلها بإشراف قيادة العمليات المشتركة. لذلك يعني موضوع الحدود أنا أرى بأنه أهم نقطة. مع العلم يعني أنا لدي إشكال معين عندما يعني نذهب صعودا، يعني شوية إشكالية الإقليم والحدود يعني ليست مثل الضبط اللي مضبوط في 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 قطاعاتنا. هذه إشكالية يعني حقيقة، يعني أتمنى أن تحل. هذه الإشكالية دكتور هاشم يطرحها الأستاذ سرمد البياتي هي تتعلق باتصال هذه العملية بالمساحة المتصلة بالحدود الدولية. طيب هنا عندنا حدود سوريا الأردن والسعودية وأضاف لها العلاقة بإقليم كردستان وتركيا وما يحادد من سوريا أيضا، هل يمنحها المزيد من الضبط وإيقاف عمليات التسلل والتهريب بالتالي السيطرة على هذه الحدود؟ لعل التعاون الأمني بصورة جيدة بما يتعلق بالدول التي هي ماسكة حدودها، بالحديث عن الأردن أو عن السعودية، الاختراقات محدودة جدا. هذه الدول تعتبر مستقرة أمنيا تحديدا فيما يتعلق بالحدود. المشكلة مع سوريا، سوريا لا زالت بعض العصابات الإرهابية تسيطر على مناطق حدودية متاخمة للعراق، وأيضا وجود بعض المجاميع التي هم تلقوا دعما أمريكيا ولا زال هذا الدعم موجودا، وهذه الجماعات تتحرك في مساحات مشتركة في الحدود بين الحدود العراقية السورية. نعم هنالك عمل كبير لضبط الحدود، ولكن حدود بهذه السعة بأكثر من 600 كيلومتر ليس من السهولة ضبطها بصورة كاملة. بالتالي التعاون مع الأطراف الأخرى يعني الدول الأخرى بما يتعلق بضبط الحدود هو أمر قائم وأمر متحقق، يحتاج إلى مزيد من التعاون. لدينا تجربة سابقة في محاربة الإرهاب وهي الغرفة الرباعية، الخلية الرباعية التي كانت قد تشكلت في وقت انتشار الإرهاب في أكثر من مكان في العراق وفي سوريا. هذه الغرفة التي كانت تتشكل من العراق وسوريا وإيران وروسيا حققت الكثير من النجاحات على مستوى التعاون. بالتالي كل تعاون مع الجهات التي هي أيضا مبتلية بالإرهاب يكون فيه نتائج مثمرة، لكن يبقى أيضا هنالك اهتمام لابد أن يكون واقعا بالمعلومة الاستخبارية التي تتحرك بموجبها القوات الأمنية وتعالج الأهداف الإرهابية. هذه المعلومات الاستخبارية لربما هي أحيانا تقدم جهود لقطاعات وقوات كبيرة على اعتبار أنها تساهم في تقليل الجهد وأيضا تساهم في اختصار الوقت للوصول إلى الأهداف الإرهابية. هذا الأمر كله معمول عليه بشكل كامل، لكن تبقى مسألة تعزيز هذه القوات حسب طبيعتها بتمكينها بالقوة العسكرية وبالآليات وبالتجهيزات هو أمر مهم جدا. بما يتعلق بالمناطق التي هي ترتبط بقرب جغرافي بمسافات معينة مع الحدود الإقليم التي هي أيضا فيها بعض الإشكاليات، وأيضا لا يخفى بأن مستوى التنسيق والتعاون لابد أن يحتاج إلى درجات أعلى من التعاون بما يتعلق بضبط هذه المناطق التي هي كلها مناطق عراقية
مستوى عالي لابد أن يكون من التنسيق أكثر مما موجود به حاليا. تعرفون أنه العصابات الإرهابية التي تعمل في الأنبار هي تمتد لربما من خلال يعني من خلال صلاح الدين، وتضرب لربما تذهب إلى كركوك، ولربما أيضا تصعد إلى استهداف الإقليم. فبالتالي كل تعاون أمني لضرب الإرهاب في أي مكان هو سينعكس إيجابيا على كل المناطق الداخلية في أمن العراق، أو حتى بالتعاون في حماية الأمن الإقليمي. هذا الأمر أصبح مدركا وجميع يؤمن به، لأن التجارب السابقة أثبتت بأن هذا التعاون هو الذي يؤتي بنتائج، وهو الذي هزم الإرهاب، وهو الذي يمنع الإرهاب من أن يأخذ أنفاسا أو يحاول إعادة وجوده أو تأثيره. طيب أيضا دكتور أستاذ سرمد أشار إلى نقطة مهمة، بأنه هذه المناطق بمختلف أبعادها ماكو وجود لأي سكان أو حركة بشرية باستثناء رعاة الأغنام، هل يمكن اعتبارهم نقاط تعاون يمكن اعتماد عليهم في تقديم المعلومات عن أي نشاط مشبوه؟ يعني عكس الفكرة اللي يطرحها أستاذ سرمد، أنه هذه الملاجئ والملاذات الآمنة لهذه العصابات تعتمد على رعاة الأغنام، هل من الممكن أن يكون العكس؟ في العمل الأمني والاستخباري هذا الأمر يقينا هو في حسابات القوات الأمنية وهو معمول به. لربما هؤلاء في ضمن عملهم ضمن طبيعة حركتهم كارتزاق وكحركة طبيعية لممارسة أعمالهم، لربما هم مثل ما ذكر ضيفكم الكريم يتعرضون إلى ضغوطات داعشية للاحتماء بهم أو حتى الاختفاء ضمن ممارسات الرعي أو التنقل. لكن في نفس الوقت هنالك يقينا عمل للاستفادة من أبناء هذه المناطق في محاربة الإرهاب، وهم ابتليوا وأيضا هم تضرروا كثيرا من العصابات الإرهابية. فبالتالي أبناء هذه المناطق سواء كان رعاة أو من يسكن في مناطق نوعا ما بعيدة عن التجمعات السكنية، هو يعرف بأن وجود قوات أمنية، حركة، عمليات يعطي له الثقة بأن يتعاون مع القوات الأمنية لضرب الإرهابيين، على العكس مما لو كان لا يجد حراكا أمنيا أو عسكريا أو عمليات فإنه يستشعر بأنه منفردا أو أنه سيكون منفردا أمام هذه العصابات الإرهابية. بالتالي الوجود الأمني والتواجد الأمني هو يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة العسكرية والأمنية، ويدفعه أيضا ضمن واجبه الوطني للتعاون مع المؤسسة الأمنية والعسكرية لحرب الإرهاب. طيب أستاذ سرمد، بان حربنا مع داعش القوات الأمنية كانت تتمتع بالكثير من التدعيم الإعلامي، التعزيز الاجتماعي، نشوف أكو مساندة من كثير من الجهات سياسية، مواكب حسينية على مستوى حتى نشر المواطن على السوشيال ميديا. ولكن اليوم هذه التحديات بصراحة أصبحت يا أما غير منظورة ويا أما معتم عليها لسبب أو لآخر. يعني الواضح في الأمر بأن هذه القطعات وهذه العمليات تنفذ فيها يعني عمليات على الأرض معقدة جدا، وسط درجات حرارة عالية، وسط احتياجات ليست فقط لوجستية، أيضا العامل النفسي والروح المعنوية للمقاتلين. يعني أنت علمتني بهذا الكلام أستاذ أحمد حقيقة. نعم أنا هم يعني لمست هذا الموضوع أيضا. للأسف يعني المفروض يعني أني كانت بصراحة يعني أستاذ أحمد تقيس على ظهور يعني كانت من تكون هنالك عمليات فأكون منشغل من الصباح وحتى المساء حتى آخر ساعات الليل في القنوات لشرح هذه العمليات. فأنا حقيقة يعني فوجئت بأنه قناتكم غطت هذا الموضوع، قناتكم المحترمة، وأنتم مشكورين على هذا الموضوع حقيقة، لأنه فعلا هؤلاء نحتاج لهم دعم كبير جدا. احنا لا تنسى استاذ احمد احنا قبل 10 ايام اعطينا ضباط 2 مقدم ركن وملازم اول ونائب ضابط و6. اذا اكو هناك عمليات مؤثره لا نستطيع انكار ذلك،
يعني لذلك هؤلاء القطع هؤلاء الأبطال عندما يقومون بمثل هذه العمليات، أنا أتكلم عن القوات الأمنية بصورة عامة، نعم. لذلك عندما يقوم بهذه العمليات يعني على الأقل دعم يحتاج من القنوات من المدونين، يابا موجودين شباب الآن بالصحراء دي يقاتلون دي يفتشون حتى لو مهما يكون، لأنه هذول يعني أيضا عندهم تعرف الإنترنت ويسمعون من يشوفون، يعني أنا ما قرأت غير خبر واحد نزلته يعني من أعتقد من القيادة العامة يعني قيادة العمليات المشتركة يعني، ويمكن على التليجرام قرأت يعني والله يعني من نفسي تألمت، قلت يعني سبحان الله يعني صح الموازنة والأمور السياسية ماخذة من عندنا الكثير، لكن مع ذلك هذول يستحقون أستاذ أحمد، هذول دي يطول يعني تتوقع هذه ما راح تروح العملية عبوة، إذا طقت عليهم راح يستشهدون 5-6 يعني يتوقعون ترى أرواحهم يعني قريبة من الاستشهاد، لا تصور بأنه الموضوع بسيط. اليوم أنت من داخل بصحراء، هذه الصحراء كل شيء بيها كل شيء بيها، يعني إذا هم 2 موجودين بكهف دواعش رأسين يضرب لك صاروخ قاذف وراء عدة اطلاق نارية يفاجئوهم، هذا مو قتال؟ لا صح. لذلك يجب أن على الجميع أن لا ينسى فضل هؤلاء الأبطال. أتكلم أكرر عن كل القوات الأمنية، جيش، مكافحة الإرهاب، شرطة اتحادية، شرطة، حشد شعبي، حشد عشائري، كل هؤلاء، كل استخبارات عسكرية، كل من يشارك في هذه العمليات أنا يعني أرفع لهم القبعة. وإحنا هسه هنا ببغداد ومدى نتحمل الحر، أنت أستاذ أحمد يعني أنا تعرف درع وأعرف الناقلة والدبابة بالصيف شو الصير، عبارة عن بالعربي عبارة عن تنور ويمشي بيك، عرفت له لا، وبالشتة تكون باردة جدا، فلذلك هذه يعني أتمنى أنه يعني يقدرون عليها ما يردون شيء، بس الدعم الإعلامي والدعم المعنوي من المواطن ترى مهم جدا بالتأكيد. أستاذ أحمد نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سرمد البياتي الخبير الأمني، أترك الحوار في هذا الملف وأرجو تفضل البقاء معنا. دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة نبأ للدراسات، بعد الفاصل مشاهدي الأحبة نتابع. حياكم الله مجددا المشاهدي الاحبه بهذا الملف، اجدد ترحابي بضيف الكريم الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعه النبأ للدراسات، حياك الله دكتور هاشم. حياكم الله. وينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الدكتور وائل البياتي خبير قانوني. ابدا مع حضرتك دكتور هاشم، نتحدث عن القوى السنيه اللي ربطت ملف العفو بالاتفاق السياسي اللي افضى لتشكيل الحكومه، ربما هي تلوح باعتبار ان القانون هو من سيضع علاقتها بالحكومة على المحك. أولا تحية لضيفكم الذي انضم لنا. بما يتعلق بمطالبات قانون العفو الذي يراد أن يكون عفوا عاما شاملا من قبل بعض القوى السياسية، نعم هذا كان ضمن الاتفاق السياسي، ولكن في الاتفاق السياسي بما جرى عليه ما بين الكتل السياسية كان المحدد أن لا يكون أي طرح في الاتفاق السياسي مخالفا للدستور أو للقوانين العراقية، هذا هو الأساس. البعض يدفع بمطالب قانون العفو يريده تبييضا كاملا، التركيز تحديدا على المدانين بالإرهاب، هنالك مساعي سياسية بغايات متعددة إلى مطالبات تحت دعوة وذريعة ما يسمى بالمخبر السري، الذي هي يراد منها أن تكون
مفتاحا لإعادة محاكمات الجميع وإطلاق سراح الذين أدينوا بالإرهاب. أيضا هنالك طروحات جديدة للأسف بتأويلات من قبل بعض السياسيين الذين يريدون أن يستغلوا هذا الأمر لمنافع سياسية حتى ولو كان على حساب الضحايا، سواء كانوا من مناطق أخرى أو حتى من مناطقهم. مثلا خرجت اجتهادات جديدة بأن من أدين بالإرهاب هذا لربما لم يمارس القتل ولكن كان مساندا للإرهابيين، داعما لهم عسكريا، يقدم لهم مواد لوجستية، دعما ماديا. هذه التفسيرات والتأويلات يراد منها عملية إخراج كل الإرهابيين. نعم الحديث عن عفو عام، ولكن هو التأكيد والتركيز على من أدين بالإرهاب. وبالمناسبة قانون العفو طبق، العفو العام طبق قبل ذلك، وبالوقائع وبالأرقام وبالاستبيانات وجدنا بأن، وهذا طبعا حتى المعلومات الرسمية عند الدولة العراقية تقول بأن في كل مرة أكثر من 90% ممن تم إطلاق سراحهم عادوا إلى ممارسة ذات الأفعال الإرهابية. فبالتالي اليوم نعم لعل المطالبة بأحكام معينة أو لربما بإدانات بما يتعلق بالجرائم العادية، مرور دعا قضايا شخصية بعد أن يستوفى الحق الشخصي للضحايا والأمور المعنوية لأسرهم، لا بأس بالمطالبة بعفو إلى هؤلاء. لكن ما يطرح وما يدار وما يثار هو محاولة إلى إعادة تدوير الإرهابيين واستغلالهم، مثل ما عمل البعض في الفترات السابقة على إعطاء صفة شهداء إرهاب إلى قتل الإرهاب ومنحهم رواتب تقاعدية، وبعد ذلك افتضح هذا الأمر بشكل واضح وعلني. هذه الإشكالات اللي تسببت، يعني دكتور وائل حياك الله مجددا، نتحدث عن الحكومة العراقية اللي طرحت موضوع تعديل قانون العفو العام وشكلت لجنة لإجراء تعديلات على مسودة هذا القانون، يا ريت تطلعنا على طبيعة هذه التعديلات. في البدء أحييك وأحيي مشاهدي القناة الكرام والضيف الكريم. فيما يتعلق مسألة إعادة النظر بأحكام قانون العفو العام، نحن نعلم أن جزء من الاتفاق السياسي كما بين ضيفك الكريم كان يتضمن الذهاب إلى إصدار قانون عفو عام أو تعديل قانون العفو الحالي صادر عام 2016. نحن نعلم أن قانون العفو الحالي يتضمن نصوصا تستثني بعض الجرائم وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية في نطاق معين من نطاق الشمول بأحكام العفو العام. النقطة الأساسية التي ترتكز عليها التعديلات هي إعادة صياغة الجريمة الإرهابية، أي إعطاء تعريف جديد يحدد لنا ماهية الشمول بأحكام العفو وما هي الأفعال أو السلوكيات الإجرامية الغير داخلة في نطاق العفو العام. نحن نعلم أن قانون العفو العام الحالي الموجود حاليا يستثني الجرائم الإرهابية التي نتج عنها قتل أو إصابة بعاهة مستديمة أو كانت عملية قتال مع القوات المسلحة أو إخلال أو تدمير لمؤسسات الدولة أو عملية التحريض أو التمويل أو الاتفاق على ارتكاب الجرائم الإرهابية التالية. هؤلاء الأشخاص يرتكبون أي من هذه الأفعال غير مشمولين بقانون العفو العام. عملية التعديل ستنصب على هذه المادة أو هذه الفقرة بالتحديد بإعادة صياغتها بإخراج بعض المصطلحات منها، وبالتالي راح يتوسع عندنا نطاق التطبيق على شريحة أوسع. بالإضافة إلى ذلك، المسألة الثانية تتعلق بمسألة المخبر السري أو انتزاع الاعترافات تحت التعذيب كما يطرحه بعض المسجونين أو وكلائهم القانونيين. نحن نعلم أن هناك لجنة مختصة في مجلس القضاء الأعلى تقوم باستلام مثل هكذا طلبات، وهذه اللجنة تملك السلطة التقديرية فيما يتعلق بالنظر بالأوراق وبالتالي اتخاذ قرار بإعادة محاكمة مثل هكذا أشخاص. قد يكون التعديل يشمل هذه الطائفة بأن يتحول عمل اللجنة عمل آلي ميكانيكي بمجرد تقديم الطلب دون حاجة إلى سلطة تقديرية، يتم إعادة المحاكمة.
الفكرة الأساسية من قوانين عفو هي عملية إيجاد نوع من أنواع البالانس أو الموازنة بين مصلحة المجتمع بالعقاب ومصلحته بالعفو. نحن دائما في نطاق القانون نقول أينما ذهبت المصلحة على المشرع أن يذهب، أي إن كانت عملية تحقيق مصلحة أنفع أو مصلحة مساوية في العفو مقارنة بالعقاب فينبغي أن نجنح إلى مسألة العفو العام. أما في المسألة الثانية فإذا كان لا هناك ضرر أشد على المجتمع ينبغي أن لا نمضي بمسألة العفو، بالإضافة إلى أن هناك ملاحظات يمكن طرحها في أي آلية من آليات العفو التي يمكن أن تصدر غابت عن ذهن المشرع العراقي في المرات السابقة. طيب دكتور هاشم، القانون أسأل حضرتك هل يمكن تمريره لكن بغير الصيغة الجدلية المطروحة حاليا في مجلس النواب، بمعنى أنه هل يوجد مسار آخر لا يكرم الجلاد أم أن الورقة السياسية تفرض النسخة الحالية فقط؟ أولا الورقة السياسية لم تحدد إسقاط أو لم تطلب إسقاط حقوق الضحايا وأسرهم، هذا الأمر فيه مفسدة مجتمعية وفيه تجاوز على القانون وعلى حقوق الضحايا. بالتالي الآن الذي يراد هو التلاعب بما يسمى التعديلات. التعديلات التي يراد أن تطرح وتفرض تفرغ المادة القانونية التي حكم بها المدانون بدرجة كبيرة جدا، لربما لا يبقى بعد ذلك إلا من اعترف وصور العمل الإرهابي بممارسة القتل بيديه، ولربما حتى بعد ذلك يقال بأن الاعترافات انتزعت منه أو أنه كان تحت ضغط نفسي أو أمور أخرى. بالتالي هذا الأمر هو المرفوض، مثلما يتحدث البعض عن هؤلاء بدوافع سياسية أيضا من مسؤولية من يمثل الضحايا ومن يمثل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع العراقي أن يذهب إلى رفض هذه التعديلات التي يراد منها إعادة الإرهابيين بما يسمى بقانون العفو. وأنا أذكر مرة ثانية بأن التجربة السابقة بعفو عام 2008 والعفو العام ب 2016 هي لم تكن تجارب ناجحة، لم تحقق لا سلامة مجتمع ولم تحقق حتى إصلاحا لمن كان قد حكم، بل بالعكس لربما كانت السجون لهؤلاء هي معاهد لتخريج الإرهابيين. البعض من الإرهابيين خرج وفي نفس اليوم نفس يوم خروجه بقانون العفو مارس فعلا إرهابيا، وهذه مثبتة عند الدوائر الأمنية. بالتالي لا يمكن أن تمرر على حساب الضحايا وعلى حساب أمن العراق وأمن الشعب العراقي أي صفقة سياسية. وهذا الأمر بالمناسبة هذا كلام مباشر يقوله الشعب العراقي إلى من يريد أن يصوت في دماء العراقيين في أمن العراقيين، لا مجاملة، لا مجاملة سياسية ولا محابة، لأن هذا الأمر لا يسمح به إطلاقا. نحن لا نتحدث عن أمور مالية، موازنات، تخصيصات، مناقلات، هذه دماء ضحايا وهذه حقوق وهذه كرامة الشعب العراقي. ما دام أنها دماء ضحايا وحقوق وبالتالي القضاء قال كلمته الفصل ودستورنا يفصل بين السلطات، دكتور وائل هل هذا الموضوع راح يكون ضمن مبدأ وهب الأمير بما لا يملك لمن لا يستحق؟ الحكومة والبرلمان هي ليس صاحبة الشأن الأول، يعني أكو هنالك دماء أشار لها الدكتور الكندي بأنها هدرت أيتام، ولكن شو نلاحظ أنه الاتجاه العام ماضي نحو العفو، عفو عما سلف وفتح الصفحة الجديدة، يعني شلون راح نعقل هذه الأمور؟ مسألة أساسية وسؤال مهم طرحه حضرتك فيما يتعلق مسألة مدى تعارض العفو مع مبدأ الفصل بين السلطات. نحن نعلم أن فلسفة العفو العام راجعة على الفكرة الأساسية اللي كانت تعطي للحاكم أو للملك سابقا صلاحية أن يهب ما يشاء باعتباره يملك الأرض وما عليها.
بظهور مبدأ الفصل بين السلطات نجد أن هذا المبدأ بدأ يتم تجذيبه إلى أن وصل إلى أقل عدد ممكن أو إلى أقل قدر ممكن، بحيث لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وإن كان هناك اتجاه يذهب ولا يزال يؤكد على أن مثل ما يتعلق بقوانين العفو العام أو ما يتعلق بقواعد العفو الخاص في كثير من الأحيان هي تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، على اعتبار أن القضاء قد فصل في المسألة. لكن مسألة العفو العام، السلطة التشريعية عندما تذهب إلى تشريع قانون هي مستندة من حيث الأصل إلى مبدأ السيادة الشعبية، باعتبارها ممثلة، ممثلي الشعب داخل المجلس النيابي هم ممثلين للإرادة الشعبية، وبالتالي هم وكلاء عن الشعب في التعبير عن إرادتهم. فما إذا ما ذهبت الأغلبية إلى إقرار هذا الأمر فإننا أمام إرادة شعبية بطريقة غير مباشرة، هذا من جانب. من جانب آخر وهو ما أكد عليه السيد الضيف، مسألة حقوق الشهداء، حقوق الأيتام، من تعرض إلى ضرر، كل قوانين العفو العام تؤكد على مسألة أساسية، عدم شمول الشخص بأحكام العفو العام إذا لم يكن قد استحصل موافقة وتنازل من أصحاب الحق الشخصي، يعني المتضررين ينبغي أن يكون هناك إقرار لديهم لدى القاضي بأنهم قد تنازعوا عن حقهم في المطالبة بتطبيق الأحكام القضائية بحق هذا الشخص، على اعتبار أن الحق الشخصي لا يمكن للسلطة التشريعية أن تتنازل عنه. بالإضافة إلى مسألة الحق العام وتعرض أموال الدولة إلى الأضرار، أيضا ينبغي أن يكون هناك موافقة وإقرار من قبل مؤسسات الدولة بأن المجرم أو من ينوب عنه قد قام بتسديد. ومن هو المجرم دكتور وائل؟ يعني وفق المسودة من هم المشهوني بهذا القانون؟ جرائم بعث، القاعدة، داعش، من هم؟ بطبيعة الحال القانون السابق لا يشمل الجرائم الإرهابية إذا كان أدت كما قلت إلى قتل أو عاهة مستديمة أو إضراب ممتلكات الدولة أو مواجهة القوات المسلحة أو التحريض أو التمويل. إعادة صياغة هذا النص هي اللي مشمولة بالتعديل، ستقلل الأحكام الواردة في هذه الفقرة اللي تختصر على من ارتكب جرائم القتل أو ارتكب جرائم العاهة المستديمة ضد الآخرين بأدلة قطعية الثبوت أدت إلى صدور الأحكام ضده. لكننا ينبغي علينا وكما أكد ضيفك العزيز مسألة أهمية الاستفادة من قانون العفو بعدم عودة المجرمين، كما قال الضيف أن هناك أكثر من 90% عادوا إلى ارتكاب الجريمة. لو سألنا السؤال لماذا عاد هؤلاء إلى ارتكاب الجرائم؟ لأن القوانين السابقة كانت تؤكد على مسألة العفو دون أن تؤكد على الإجراءات اللاحقة على العفو. ينبغي إخضاع مثل هكذا أشخاص إلى إعادة تأهيل نفسي، إعادة تهديل بدني، وأيضا إعادة إدماج مجتمعي. من غير المنطقي أنه شخص متهم بجريمة إرهابية ثم بعد ذلك صدر عليه حكم قضائي بناء على شهود. طيب ما هو السجن يسمى دائرة الإصلاح، يعني يفترض أنه يكون فيها إصلاح، فيه مرشدين. دائرة الإصلاح تمارس دورا مهما، لكن هذه عملية الإدماج المجتمعي قد لا تتمكن دائرة الإصلاح بإدماج الجميع داخل المجتمع، على اعتبار أن مسألة الإيواء قد تقدم على الإصلاح، وبالتالي أنا أحتاج إلى أن أضع ضوابط في قانون العفو لا تقتصر فقط على مسألة العفو عن الأشخاص أو تحديد جرائم. طيب. ينبغي إعادة نزيل نطالب له بإدماج مجتمعي، والأطراف السنية دكتور هاشم تعزف على أهمية إنفاذ هذا القانون كبوابة للمصالحة المجتمعية أيضا، وإكساء القانون المرونة في التعامل مع من غرر بهم. طيب إحنا عندنا مجتمع علي أبو علي يريد شوية نهدي، راح نجيب آلاف نضخهم لهذا المجتمع يستفزون ذوي الضحايا؟ هو هذا الأساس، لأن قانون العفو بصلاحيات محدودة، هنالك عفو خاص يمارس رئيس الجمهورية بشكل خاص، لكن ما يراد الآن هو تغليب هذا الأمر ضمن قانون عفو عام، وتغليفه بالسلطة التشريعية بالتخويل الشعبي. هذا لا يغطي النوايا التي تريد أن تفرغ الأحكام التي أدين بها الإرهابيين من محتوى. أنا قلت هو التلاعب سيكون ب نوع الأحكام وبالمواد، وبالتالي هذه التصنيفات
سيدخل الشيطان بالكامل في هذه التفاصيل، وبالتالي لن يبقى مدانا، لأن ما يراد بعد ذلك بأنه بالقرائن وبالدلائل لن نجد مع من يحكم بقرينة ودليلة، ربما إلا عدد محدود، وهذا ما يراد. نعم. الحديث هو عن أهداف سياسية وعن دعم للإرهابيين وإعادة، ربما البعض من السياسيين يعتبره ردين للإرهابيين ولمن يقف خلفهم الذين وقفوا معهم في الانتخابات أو في مناطق معينة أو غيرها. ولكن لا ننسى أن اليوم الاستقرار المجتمعي أيضا هنالك ضحايا لهؤلاء الإرهابيين. ما هو مصير الأمن المجتمعي عندما يخرج القتلة ويجد أبناء الضحايا وأسر الضحايا من قتل أبنائهم يتجول بكل حرية وبكل سلاسة وتسقط عنه كل الأحكام بالاتفاقيات السياسية؟ أنا أقول هذا الأمر غير مسموح، وهي رسالة كاملة. والمصالحة المجتمعية إذا تحدثنا عنها ترجع أيضا التفويض الشعبي، التفويض الشعبي للسلطة التشريعية هو لإدارة أمورها وليس للتنازل عن حقوقها وتحديدا عن دمائها. نعم. وعن تضحياتها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات، وشكرا موفور لحضرتك الدكتور وائل بياتي، الدكتور وائل البياتي الخبير القانوني. شكرا جزيلا انضمامكم ضيوفا أكارم في الاستوديو، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. حياكم الله.